حركة النهضة، مجلس شوراها وكتلتها بنوا الموقف على موقعية موضوعية. واضح مدام حمزة العبيد، إذا السيد الفخفاخ هو المسؤول عليها. واضح الطرح هذا من زمان. فقط الجزء الثاني توا، الجزء الثاني من الاتهام، يقول الياسر الفخفاخ انه النهضة اقترحت عليه ديل صفقة لو توسع الحكومة وفي غضون اسابيع زاد وتشمل قلب تونس راهو النجم ننساو ملف تضارب المصالح تماما، راهو النجم نواصلوا بالحكومة هذه فقط توسع على قلب تونس. لا 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 بالعكس، احنا اللي تلقينا عرض انه لو اش قال الاخر تصرفوا النظر على حكاية تضارب المصالح نمشيوا في التوسيع كما اردتم. الحقيقة احنا كيف طرحنا مشكلة التوسيع او مسألة لا ساعة قبل سامحني مدام لو تسمع شكون وجه لكم العرض هذا؟ من دوائر السيد رئيس الحكومة، ولكن من رئاسة الحكومة جاكم اذا العرض هذا؟ من دوائره. قالوا لكم ندخلوا قلب تونس اما نحيوا ندوسي تضرب يعني المصالح نوسعوا كما اردتم وبس، معناتها كما قلت انا تقفوا كنتوا كوتي السيد رئيس الحكومه فقولوا لا 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 مش صحيح. المساله راهي لم طرحت هذه حكايه تضرب المصالح ثم اثبتت بكل هذه الهيئات والمعطيات الموضوعيه، حتى التوسيع ما عادلوش معنى يا اخوي، ما عادلوش معنى. لأنه وإن كان مبدئيا نحن ما زلنا نرى أن أي حكومة قوية هي حكومة لها أغلبية برلمانية وحزام سياسي واسع باش تنجم تعدي قوانينها وتنفذ سياساتها، ولكن كيف طرحت المعطيات الموضوعية، وراني أنا نحكي لك وأنا من الناس اللي عندي سمباتي كبيرة لسياس والناس كل تعرف من وقت اللي خدم معنا كوزير ماليه وانا كنت في التاتيتي عندي حقيقه سمبتي فالشخص انا بالنسبه لي ما المشكله معه، ولكن من وقت اللي تطرح المعطيات الموضوعيه لي معناتها تضارب المصالح وقتها اصلا اصبح الكلام عن التوسعه ولا ما التوسعه غير ذي معنى. باش اقعد معايا مدام حرزي العبيدي لو تسمح. سيد طارق الكحلاوي معنا زاد طارق تفضل. عسلامة مدام. اهلا يا سي طارق، شنو احوالك؟ لاباس. باش نسالك على زوز مسائل مدام. انت تعرف جيدا انا مش ندخل في مساله الكواليس وهو طلب وانتم طلبتوا وهو عرض عليكم دين ولا انتم عرضتوا، هذه في الاخر انت تجي تقول وهو